أسأل فضيلتكم شيخ صالح شرح حديث نقله هكذا: من حلف أو حلف له بالله فليرضى، جزاكم الله خيرا. نعم، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا فيه دليل على تعظيم اليمين وعلى أن من حلف له بالله فليرضى، لأن اليمين بالله عز وجل تدل على الصدق في الغالب، ومن تعظيم اليمين بالله عز وجل الرضا بها. نعم.